اسالك السؤال اللي بداته في المحور ده، متى سيتم اعلان جدول المسابقه؟ الناس اشتاقت يعني، خلي بالك وانا بحاور حضرتك لحد دلوقتي، الناس عندها شك ان الدوري راجع لان مفيش تواريخ محدده. يا فندم انا قلت الدوري هيرجع يوم 6/8، اول يوم 6/8 هنبدا 6 و7 بالماتشات المؤجله. كويس، ده اول رجوع لينا. ان شاء الله. والجدول في الامن. أيوة. انا مش حاضر اقول كلام على حس الامن. نعم. يعني اما خلاص ده رئيس وزراء يعني. اللي اعلن يعني رئيس الوزراء طبعا يا فندم. لا قولا واحدا خلاص. احنا بنفذ يا فندم. ست الرئيس تصريحه بيفتتح الاسمرات، قال للدكتور اشرف صبحي الناس تلعب رياضه في الكورونا. أيوة ده احسن حاجه، وما ده يعني هي رساله طبعا بالتاكيد. يا فندم يعني يا فندم. نعم. انا هبص على البرزنتيشن بتاع الدكتور اشرف مكتوب فيها ايه. أيوة. بناء على توجيهات القياده السياسيه. نعم. وقرارات مجلس الوزراء. نعم. تقرر استئناف النشاط الرياضي وخاصة كرة القدم. كرة القدم لو ما كانوش قالوا كده في المؤتمر ده كنت هتعمل ايه؟ لا كان الموضوع هيرجع تاني، هيبقى ليه حسابات تانية. تعالى هنقعد، قد يكون نفس القرار على فكرة. قد يكون ان انا اخد نفس القرار. بس هتيجي بقى لا تعالى المعطيات بس. خد بالك يا احمد، ال 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 الفيفا ما بتعملش الكلام ده اعتباطي. يعني الفيفا ما قالت لك قرار رجوع النشاط واستئناف الأنشطة قرار حكومات. نعم. هو قرار سليم 100%. نعم. أنا باصص لجزء صغير جدا وهو الكورة. نعم. وهو الأندية. لا أنت معاك كمجلس وزراء، الراجل شايف الصورة كلها من فوق. نعم. شايف حاجات أنا مش شايفها. المعطيات اللي موجودة عند مجلس الوزراء غير المعطيات اللي موجودة عندي. صحيح. أنا وبالتالي القرار هيكون أشمل وأعم وأعدل من اللي أنا هاخده. ممكن